السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. تفضل. يرضى عنك ويبارك في عمرك ويحفظك يا رب. الله يبارك فيك. عندي سؤال لو سمحت بعد. تفضل. في واحد صاحبي ياخد مني مبلغ 100,000 جنيه. أي. وهيشغلهم لي معاه وهيديني كل شهر 5,000 جنيه. تحت آخر السنة. أيوه. آخر السنة هيجرد الشغل اللي حصل، لو في خسارة مثلا خسر عليه 40 أو خسرت 40 هيقصهم من 100,000. ما فيش خسارة، في مكسب هيديني المكسب ويخلي الربح الفلوس ال 100,000 شغال زي ما هو. هل جريمة ولا شغل عادي؟ لا، لو افترض ان في مكسب اقل من 5,000 ماذا سيصنع؟ هل هيبقى في اقل من 5,000؟ ها؟ هيبقى هيديني اقل من 5,000. لا بأس كده، تحت حساب يعني. يعني هو بيقول لك يعني 5,000، لو فيك اقل كده تبقى اقل من كده، أزيد. انا قلت لك الان الله يغفر لينا ولك، يعني اذا اعطيك مبالغ تحت حساب الى ان يصفي لا بأس.